الواد لابوه ويا عين الواد يعيط الواد عطشان السوق ماشي الواد من الارض ادي الواد لابوه الواد نساب اللافه وعامل له صيطه وزفه الواد نساب اللافه وعامل له صيطه وزفه ودخل العقل السافه يكمنه شبابه استح استح ادي الواد لابوه ابراهيم عايز استع عباس نصنع بس عقبال امالتك ده بقى الفرياد بتاع الشركه دلوقتي زي ما يكون مركب في دماغه مخ الكتروني اسمه نصر كده وهو فين دلوقتي بيعمل تمام على 125 عباس من الصبح بجرب العربيه الجديده عاشر تليفون يجي لك لحد دلوقتي نقول لهم انك مش موجود مين يا ترى صوت حريمي يبقى لازم القلعه ايوه يا قلعه انت فين يا حبيبي عاشر مره وانا بسال عليك يا خرابي على الطعامه يبقى مين الواد ابو سطعم ده حذر فذر انا اطلع مين فيهم مين فيهم انا عباس المصري مش عباس فالنتينو خير يا حبي الوحيد اصلي عامله لك النهارده صينيه قرع من اللي قلبك يحبها شوف بقى هتجيب ايه حاجه حلوه جنب الاكل تبقى انت جنبي على السفره وابقى محتاج لي حاجه حلوه اتغدى بكوسه وحلي بوسه يا دي الحوسه بلاش الكلام ده في التليفون يا سعباس اسمع لسطى مسعود ما جاش حاسب اديله يومين هشوف لي كل حاجه يا مجننان انت العب يا جمعه وحياه ولدك يا استاذ حسين نعم تروح تنده للسطى محروس ولسطى محروس يجيب معاه لسطى سيد ولسطى سيد يجيب معاه لسطى حنفي وحنفي يجيب بسطان وبسطان يجيب شحتة وشحتة يجيب ابو حباجة وابو حباجة يجيب الضفري والضفري يجيب جون وتحصلوني كلكم على بره بسرعة سلام انت محمود ايه يا عبس ايه يا عبس خير انتوا جيتوا كلكم اه اللي يحب النبي يزق كده هو يلا ما النبي احنا عشان الزق زق يا خير انت Thank you.
شاء الله يا سي مسعود. ايه البهوات اللي معاك دول؟ والله افتكرتك انت اللي بتمقمق. اصطبحنا واصطبح الملك الجوز الست. جوز الست؟ 600 مرة قلت لك تبطل جوز الست. طيب ما تقش. وايه اللي انت راكبها دي؟ أربعة سلندر ولا أربعة خروف؟ وهي الخرفان كفرت يا عباس أفندي. ما كفرتش، لكن ما ركبتش تاكسي قبل كده. أهي ركبت زيها زي بقية العالم. وبقية العالم ما حسبتش المعلمة يومين ورا بعض ليه؟ الكلام ده يبقى للست المعلمة مش لجوز الست. ها؟ جوز الست تاني؟ ايوه جوز الست تاني. ايه؟ مخصوم منك يومين عشان حكاية جوز الست دي. بصرفهم على القهوة ليلاتي. انت قلت مخصوم منك يومين عشان حكاية دي. بناقص حساب المكواجي. ومخصوم منك يومين تانيين عشان ما تفيش حاجة خالص. خد سوقها انت وابقى حاسب الست. مرسيدس يا خمسة نفر. القلعة من فضلك. كمان ما تتفضلوا تركبوا مع أنكل. مين؟ وعليه بجيب لكم كازوز أحسن. عملت بقى يا استاذ مسعود؟ هي الحكايه سايبه ولا انت عايز تشتغل على مزاجك؟ ما تاخذنيش يا استرواح، اصل الحكايه انا عرفت كل حاجه. واللي قاله لك سعد بس افندي هو اللي هيمشي. بس احنا برضو رجالتك يا استرواح. رجالتي بالاصول، صاحب التاكسي له تاكس وانت لك الف تاكس. مع السلامه. بتطرديني؟ وانا كمان ما ارضهالكش. خد مفاتيحك يا بتاع ال ووصل البهوات الضاري بتوعك على المذبح. تشكى يا سعباس يا امير. بقى دي عامله تعملها؟ تسيب الراجل في وسط الشارع؟ خد مفاتيحك واتكل على الله. ماشي يا بحبح. وعشان سعباس مسامح انا حاسب لكم النهارده ربع فوق الربع. توكلوا على الله. يلا شوفوا شغلكم. يلا بينا يا رجاله. تشكى يا معلمه. بتبص لي كده ليه؟ الكوميسيون بتاعي فين؟ النص اللي فاضل، النص الحلال. حلال؟ بينا على مين؟ الأستاذ عباس المصري. أنا الأستاذ عباس. تسمح تمدلنا هنا؟ خير إن شاء الله. تلغراف من أمريكا. منين يا روح أمك؟ من أمريكا. معاك قرشين فكة؟ أيوة يا فندم. خليهم معاك، بقشيش علشانك. متشكر يا فندم. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في إيه يا أستاذ عباس؟ جالي تلغراف من أمريكا. يا حلاوة، وريهولي كده. شوفي إيه؟ قلت لها الاسم أنا، معرفش غير عربي. انجليزي وبلدي. يبقى انت يا لسبيك انت هتعرفي امريكاني؟ يو ما تتحميش قوي كده، استنى ما اندهلك بنت الجيران تقراهولك. يا زيزي زيزي، سيب الكورة يا حبيبتي وتعالي تعالي تعالي كلمي سعباس. نعم يا ام. تعرفي تقري اللغة الامريكاني؟ الله، ما الامريكاني هو الانجليزي. لا دي شغلتي انا بقى. الشيفروليه امريكاني، الاوستن انجليزي، الكاديلاك امريكاني، الروز رايز انجليزي. الامريكاني غير الانجليزي. طب وريني كده. خد يا اختي. دير مستر عباس المصري. نعم. يعني عزيزي عباس افندي المصري. ها. سوري تو تيل يو يور انكل شاكر المصري از ديد. يا خبر، انت ليك عم اسمه شاكر المصري؟ ايوه. ليه؟ الباقيه في حياتك يا انكل، عمك مات. يا لهوي يا عمي. هو انت ليك عم في امريكا؟ البنت بتقول كده. كان ابويا يكرهه كره العمى. اه يا عمي يا عمي.
تاني بقى يا شعباس. كان هو اكبر اخواته بعد ما ابوه مات جدي يعني خد كل فلوسه مواجر. يا حبيبي يا طب معلش معلش ما تعملش في روحك كده يا شعباس. نطة ياخد كل فلوس اخواته ويسيبهم مع الحديدة ابن الحرامية. طب معلش معلش هدي نفسك. يا حبيبي يا ربي يوفي ده. طب سد سد ما تعملش كده يا سعباس. كان نفسي اشوفه. هو مين؟ عمي عشان اموته عشان اخنقه. بس يا سارة مات قبل ما اموته. معلش معلش. يا حبيبي يا ربي. انت واقفه تتفرج علينا كملي. You have to come to America to receive your share in the heritage. يعني لازم تسافر امريكا علشان تستلم نصيبك من الميراث. ميراث؟ هو ساب ميراث؟ يا حبيبي يا عمي ربنا يخليك ليا يا عمي. لسه لسه. ايه؟ Please contact with SAS Airline Office in Cairo. يعني اتصل بمكتب شركة ساس للطيران في القاهرة. لازم اللي عاملين فيه العازة. طب يلا ناخد اتنين فرقة ونروح. انت عارف المكتب ده فين؟ حد يموت له عم غني وهيورث وما يعرفش مكتب شركة ساس فين؟ قدامي. يلا. وانت مر عليا عشان اديكي درس خصوص انجليزي. العواف يا اختي. انا عباس المصري. اهلا وسهلا اتفضلوا. شايفة؟ عارفاني؟ في تذكرة جاية باسم سيادتك من أمريكا. أمريكا البلد ولا أمريكا المحطة؟ لا، من مستر كامل نجيب المحامي. وماله؟ ما يضرش. سيادتك معاك باسبور؟ أنا شخصيا ما معيش لكن نشتري. هاتيلهم اتنين يا أختي، أهم ينفعوا وقت الزنقة. زنقة إيه؟ مش تحسيني ملفظك شوية؟ أظن فاكر نفسك هتسافر لوحدك. بعدين بعدين لما نروح لما نتكلم في الحاجات دي. والنبي لما تشوف حلمة ودنك ما تخطيها عباس لوحدك أبدا. ليميها بقى لبطتك مطرح ما انت قاعد. تذكرتك جاهزة يا أستاذ عباس. متشكر. ما تشوف لنا واحدة تانية يا أختي. إلهي يمتعك بشبابك. واحدة إيه؟ تذكرة زي ده عشان أسافر معاه. أصلك مش عارفاه من غير يغرق في شبر مية. وبعدين بقى تحبي احلف ان انا مسافر ولا وارث حاجه؟ نفسي اعرف سفري هيضايقك في ايه؟ مش مضايقني، تذكره طيران واحده نسافر بيها احنا الاثنين ازاي؟ اختك قدامي هو موتوسيكل. اهو نتزنق وخلاص، نستحمل بعض لغايه ما نوصل. ولما عسكري المرور يسحب رخصه السواق ويضره، هتستفيدي ايه؟ وهو في عساكر مرور في السماء؟ لا انت ما تعرفيش. اشارات مرور وعبر مشاه وامناء شرطه وكل حاجه. فاكراها سايبه؟ خلاص ناخد تذكرة تانية على حسابي. الدنيا روحي تذكرة تانية وهاتي الباقي. التذكرة تمنها 400 جنيه. ليه؟ هو انا هشتري الطيارة؟ يا بنتي بلاش فضايح، انت فاكرة نفسك رايحة عروض الفرج. ممكن تحجزي لها فوتيه لوج جنبي على بال ما اجيب لسيادتك الفلوس. اصل يا اختي شايلاهم في عمود السرير. تحت امرك، اديني الباسبور. البطاقة العائلية تنفع؟ لا ما تنفعش. خد يا اختي بطاقه التموين. تموين ايه؟ هما بيبيعوا سكر. بلاش، اديها حجه البيت. بيت ايه؟ بيت لما يتهد فوق نافوخك. ما تتعبوش نفسكم، احنا هنعمل لكم اللازم. الهي يا اختي يخليكي ما اعدمكيش ابدا. اتفضل. مع السلامة يا عباس. مع السلامة يا هنا. ان شاء الله تسلمي يا اختي. ما يلزمكيش اي حاجة من هناك. لا ميرسي قوي. يلزمها ايه من امريكا؟ ملاية لف قدامي. يا اختي بسألها. شايفة أرواح؟ شايفة الزلاموكة بتاعت الطيارة؟ مزغطينها.
خشي خشي على بال ناخد العزل. طيب. سايكو مشكور. سايكو مشكور. سايكو مشكور. ما تقولكوش في وحش. اهلا. فيري جود. جود نايت. جود مورنينج. اهلا. اهلا. فيري جود. اختي. حلاوة. عقبالك. اهلا. اتفضلوا. يا عباس يا اختي الوضع. يا عباس تعالى فضايح. احنا طياره مش بحاره. في هنا هدف طيران. في هنا ناس. لما تدعي ما تدعيش. لما تدعي تدعي بصوت واطي. اتنيلي عودي. مسافر من غير قميص ليه؟ يمكن عشان ما ياخدوش منه وزن زياده. هيشتري من هناك. سايكو مشكور. سايكو مشكور. وحياتك تمر عليهم بدور قهوه ساده والحساب عندي. اوكي. اوعي تاخدي منهم فلوس. اوكي. تعيش وتفتكر يا عبس. ادي حال الدنيا. حد كان يتصور ان كل دول رايحين العزا؟ الله يرحمه كان باين عليه حنين قوي. قولي باين عليه فييس. اسمعي. ليكونوا كل دول وارثين ورايحين يستلموا نصيبهم زي يا لهوي دي كانت تبقى مصيبه. طب واحنا يفضل لنا ايه بقى؟ ربنا يستر. استني هقوم اطمن واتقص. طيب. من فضلك انت تقرب لي. وات؟ يو از مصري زيي؟ سوري. سوري؟ سوري ولا مصري؟ هندي يعني. هندي؟ هي عيلتنا اللي ليها فرع في الهند؟ هيا بيا هيا بيا. طلع ايه؟ افتكرته جوز خالتي. طلع جوز هندي. Attention please. Ladies and gentlemen, we are now approaching Los Angeles Airport. Please fasten your seat belts and observe that smoking is no more permitted. And kindly raise the back of your seats on upright position. Thank you. الله يهنيك يا اختي ولا يحرمناش منك ابدا. ايه ده؟ ما تقومي تاخديها حضن ولا بوستين. قلت لي بطلي شغل القلعه ده حبتين. انت هتمسك لي على الواحده؟ الولايه بترحب بينا سيبها تهاتي. والعالم ده كله سيبها تهاتي ليه؟ قلة اصل. طب اربط الحزام على وسط. أنا ما بتحزمش يا عبس وأنت سيد العارفين. ييييه ده حزام نجاة مش حزام رأس. يا أختي وأنا ما تحطش إيدك على وسطي أنا بخير قلبك. يا أختي ما تحطش إيدك على وسطي. فوت المشوار ده على خير يا رب. سح التح أبوه. نزلوا الواد لأبوه. سح التح أبوه. نزلوا الواد لابوه. هو السلم ده ما بينزلش ليه؟ يلا يا عباس انزل. ما انا بقالي ساعة بنزل مش عارف انزل. ايه اللي عامل فيك كده؟ انزل يلا. السلم ده بينزل لفوق. تنصيبي تهدي. هات ايدك. ناولني ايدك عشان تنزل. هات ايدك. يلا. ايه اللي عامل فيك كده؟ الحمد لله. ايه اللي بتنيله ده؟ Welcome to our Egyptian friends. Thank you. Thank you. تعال هنا. هما مش هيدونا الشنط ولا ايه؟ هاخدهم يا هبلة. هما فين اللي يضيعوا في وسط الزحمة؟ ما
ما تفضحيناش يا مفضوحة. الوفا قول له بقى ان احنا متشكرين قوي وان شاء الله هنردها له في الافراح. قول له. اقول له ايه بس؟ ان احنا متشكرين قوي وتعبناه معانا وان شاء الله هنردها له في الافراح. احنا متشكرين قوي وتعبناكم معانا وهنردها لكم في الافراح. بس بالانجليزي. جو جو. ايه ايه ايه؟ رايحة فين يا وليه انت؟ تاخد الطور اللي بس ولا الحنطور يا عيب؟ حنطور؟ يعني اخدك على حنطور عينك؟ حنطور؟ دول لقوا الحنطور في باب الشعرية، يبقى في حنطور في امريكا؟ يا اختي ومالك متعصب كده ليه؟ لا. يا اخ بليز بليز اي ونت تو جو ذيس عنوان عمي عمي بليز يا حاج مستر حاج هيلب يور سيلف. ده باين ما بيفهمش انجليزي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ ياد المصيبه ياد النيله. ارواح محدش راضي يسال فينا. تهنا يا ارواح تهنا. اكسكيوز مي دو يو نيد اني هيلب سير؟ يس يو ار بنت حلال. اي ونت تو سبيك ويز ذيس. Yes, Mr. Camel. Yes. Can you spell the number for me? Number? Yes, yes. Okay, go, go. Come with me. لا، خليك انت هنا. خدي بالك من القفة. اوعى حد يضحك عليكي. يقولك افسحك هنا ولا هنا تروحي. وانا عبيطة؟ I'll go. Hello. مكتب الافوكاتو كامل نجيب؟ يس جود. اي ام مسز عباس المصري. هو؟ اي ام مسز عباس المصري اللي جاي من كايرو. دي غبيه قوي ليه؟ ابن اخو المرحوم شاكر المصري. الفتحه على روحه. وات يو مين باي فتحه؟ فتحه بالحا يا حبيبتي. حبك برص. حبك برص. شايفني انا مرسوعه بره وقاعد هنا تهزر لي مع اراضيشك؟ اراضيش ايه يا وليه؟ هو انا ليا اراضيش في مصر؟ بقى لي اراضيش في امريكا. لا مؤاخذه بالانجليزي، اصل جماعتي شلق شويه وبتهزر. I'm sorry but I don't understand what you're saying. Who is this? One moment please. There's someone on the phone for you but I don't understand what he's saying. Oh. Hello? Yes? مين؟ عباس؟ انا بعينه. هنا انت جيت امتى؟ بتتكلم من ايه؟ من بقي طبعا. قصدي من تليفون مكتب ساسر في المطار. انهي باب؟ اول باب تسيبه، تاني باب تسيبه، تالت باب تسيبه، رابع باب تسيبه، خامس باب تسيبه، سادس باب وسابع باب وثامن باب ما تدورش عليا، عاشر باب تخش تدور مش هتلاقيني، في الباب 11 تخش تدور عليا هيقولوا لك مستر عباس واقف قدام باب نمره 15 قدام شركه ساس. نروح فين؟ احنا عارفين حاجه. بسرعة وحياتك يا خواجة. ثانك يو ثانك يو. اوعي. طيب تطلع مين بقى اسم الله اللي بتقول لها يا روحي في التليفون؟ باين عليها مراته، بس باين عليها ابن الحلال. شفتها ولا عرفتها عشان تحكم عليها؟ من صوتها، من صوتها يبان انها بلوند. لا شيخ بلوند. أصبغ لك شعر أصفر؟ لا، الغيرة دي تشيلها من دماغي خالص. دول أمريكان ياما. ثم سيبيني ألاقي جو. أخته، مراته، أمه حتى لاغيها برضه. لا شيخ، عايز تاكل بعقل الحلاوة وجاه المصطفى ده أنا أقلبها لك ضلمة يا عبس. أنت عارف يا أرواح يا أرواح، إحنا في الإيربورت بتاع أمريكا. حوشي طولة اللسان دي لما نرجع. أمال فين القفة؟ بره مع الشنط. طبعا هم طلعتش ويا حتوشة. يا أظن حضرتك عباس المصري. يس، وحضرتك الأفوكاتو كامل؟ يا. 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 يا مهلبية يا. أنت. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً. ألف عبد الله على السلامة. الله يسلمك. وحضرتك عرفتيني إزاي؟ أنا عرفتك من الملاية اللف اللي هي لابساها. يا سلام يا سلام. ذكي ذكي. يا سلام، والله وحشتنا مصر وقعدات ولاد البلد الجدعان. وحضرتك تعرف حد من مصر؟ أنا. أنت من مصر؟ أنا من مصر. يعني. انا جيت هنا بعد ما اتخرجت وخدت لسانس الحقوق. برافو. انت عندك لسانس حقوق؟ طبعا. امال ليه مش باين عليك؟ هو
لما حضرتك تبقى محامي شرعي. محامي شرعي هادي في امريكا. بس بطلي هبل. اتفضلوا 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 اتفضلوا. القفة فين؟ القفة جاية ورانا. اتفضلوا. يا سلام. خش شايف يا عباس؟ احنا لو سكننا هنا مش هنلاقي حته نعمل فيها موقف للعربيات. عربيات ايه؟ عربيات امها. الله يرحمها امها. ليها في مصر اجنس عربيات بطيئه. بطيئه؟ ملكتها ايه؟ كرو. كرو؟ كبر ليه؟ ظريف قوي. بقالي زمان ما سمعتش النكت دي. حتى محلك للصبح. بص 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 يا عباس. ايه الحاجات الطويله دي يا عباس؟ دي ابراج حمام امريكاني. طب ودي بيطلعوا لها ازاي؟ باللفت. باللفت؟ مش اللفت المخلي بتاع امك. بالاسانسير. هنا الاسانسير بيسموه لفت. يا حلاوه. صحمايا. يا ارواح يا مرحراحة. يا اختي عليها يا نزلة. يا لا لا يا لا لا لا. اتفضل. والشنط. اتفضلوا هم هيجيبوه. والقفة. ذا كفة. بليز ذا كفة. اتفضل هو يجيب الكفة. اتفضل. ما تخافش ده باب اوتوماتيك. ما تخافش. يلا يلا يلا. ما تخافش ما تخافش يا سيدي. يلا يلا بس. سمي عباس. ما تخافش. ارواح انا ابتديت اتوغوش. اللوكندا دي مليانه عفاريت. يا لهوي. بسم الله الرحمن الرحيم. I want Oda to come bahari. Hey, you're lovely. والنبي طويلة وهايفة. ربنا يحرسك لأمك. Oh, what is this? Oh, you are very magnificent. Wow. Oh. ده قهوة. أنت تعرفني يا راجل أنت. Look, lad, she's beautiful. She's very beautiful. Yeah. وبعدين بقى في الليله اللي مش هتعدي اسمعي قولي انت والنبي لو ما سكتي لخلي اللي ما يشتري يتفرج. ايه ده يا وليه فضحتيه ده قدام الاجانب. Excuse me. She is mad. She is mad. عشان عمي مات. Go. Come on. Okay, come on baby. Come on. يا وليه احنا في بلاد بره. بره ولا جوه؟ كل واحد لازم يحفظ مركزه. جو. طرفين يا هبله عشان لما الواحد يقع من على السرير ما يتضايقلكش على الشرف. انت ناسي واحنا ساكنين في العمارات اللي بتنطح السحاب ناطحات السحاب. يا لهوي. ثانك يو ماتش جو.
جو. والنبي جو. جو. استنى. خد يا اخويا بالرحمة والله. I don't understand. الامريكاني يا هبلة. This is رحمة and light. رحمة ونور. عندنا الرحمة الشريك واللايت ابريم. اصل لا مؤاخذة ما عرفناش انا متأخر فجبنا معانا شوية الحاجات دي عشان نفرقها على روح المرحوم عمي طنط اللي مات هنا عندكم في بلدكم. اللي على فكرة ما تعرفش ده امريكان ارافة اوف طنط شاكر المصري؟ What is that؟ لانه ما بيفهمش انجليزي. لا مؤاخذة يا حاج لا مؤاخذة لا مؤاخذة اكسكيوز مي اصل احنا تايرد فروم جو بليز جو والنبي جو وات از ات دونت كات ذا ليتر يا ابن الجنيه ايه اللي انت بتقوله ده يا عز بقول له ما يقطعش الجوابات بس بالانجليزي انت زي ما تكون امك فضلتك على ملح انجليزي عيني عين بقى المهم تقعدي هنا في الاوضه ما تتحركيش لحد ما اخلص شغلي مع المحامي وارجع ها يعني ايه بقى انت جاي منين عشان تحبسني بابا لا يا دلعاتي ده مش ام ياما دي الليله هنا ب 85 دولار استرليني شغل المفتاقه بتاع القلعه بتاع ما ينفعش هنا في امريكا فاهمه والنبي ايه هتبتدي تشم نفسك عليا ولا ايه انا شمام من قبل ما اتجوزك شمام طول عمري ولو اقوله لازم يتسمع يا سلام يعني انت تصرمح وانا اتفلق يا ارواح يا حبيبتي خليني اتلايم على العمله الصعبه عشان اشتري لك بنط نظيف باللولي النبي طبعا روح يا شيخ ربنا يجعلك في كل خطوه سلام سلام يا معلم اهدى كده على طول عندك حق تعالى يا جميل بص يا امريكاني مش شمالي اليمين مش هما بيكتبوا كده ايه ولا تسوى نكلة البلد يا اطعم يا بنت السهرانة حلاوتك يا عز بالعملة الصعبة بقول ايه؟ بقول ايه؟ ما تقول ما انت ما قلتش حاجة. مشينا برضو في أمريكا. حاجة اسمها في التأني السلامة. لا، هنا في التأني المخالفة. السكة دي لازم تمشي فيها بسرعة وإلا ياخدوك مخالفة. يا سلام. الله يطمن قلبك. إيه أنت خايف؟ لا أبداً. أنا هايف. على العموم إحنا قربنا نوصل للهوم أوف سوزان. والهوم أوف سوزان. ده المجلس الحزبي بتاع امريكا لا سوزان دي بنت المرحوم عمك سوزان رايح لها عشان تتعرفوا على بعض قبل ما نفتح الوصيه واجب برضو على الاقل الواحد ياخد بخاطرها رايح الا بخاطرها يعني ايه بالامريكاني لا بخاطرها دي لسه ما وصلتش هنا الله يرعبك يا عمي قصدي الله يرحمك يا عمي هتشيبنا قبل اوانا سوزان سوزان
عباس ايه ده هو راح فين؟ عباس 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 ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قوم كمان لفه كمان لفه كمان لفه لفه عايز تلف او النبي كمان لفه بس بس قوم بقى بلاش فضايح قوم هي دي المراجيح بتاعت المرحوم عمي مراجيح ايه؟ مراجيح في امريكا يلا قدامي خلينا نشوفها خش يلا سوزان يا سوزان انت يا بنت بنت ايه؟ بنت عمي شوف بس بقى اشرح ايه بلاش مضايح بس تأكد ان دي فيلة المرحوم عمي ايوه شايف اللي لابسه بلوزه سودا وجنيله منقطه اهي دي سوزان بنت المرحوم عمك لا حول الله يا ربي مسكينه موت ابوها كان صدمه كبيره عشانها انت هتقول لي ما هو الحزن مع فراتها اهو بطل بقى التفقير اللي انت عمال تعمله ده وتعالى عشان اعرفكوا لبعض يلا يا لهوي سوزان سوزان هاي كاما هاي هاو ار يو فاين ثانك يو مستر عباس يور كازن اوه ريلي ناو ار يو ماي كازن يس Thank you, honey. I am not honey. I am a fan. I know, honey. I know. إيه اللي هاني هاني؟ بتدلعك يا أخي بتدلعك. بتقول لك يا عسلي. عسلي؟ هاني يعني عسلي. أهلا يا طحنطي. أنا آسف جدا إني ما قدرتش أمشي في جنازة المرحوم عمي. لكن معلش ملحوقة إن شاء الله. الجايات أكثر من الريحان والمشوار أكيد إن شاء الله. I didn't understand a word he said. Come meet my friends. Yeah. People, people, my cousin Abed. Yes, I am Abed. This is Ginger. How you come to school? This is Big Greg. How you come to school? And this is Michael. How you come to school? Yeah. And this is John. And this is Madame Pola, the mistress. Darling. And this Betsy Sally. بيبيع روحه هاي ايه ده ايه ده لو جمعت
يشافوني يعملوني كفته مفرومه. اي جو الحقني يا مدري الحقني فهموا ان الرجاله عندنا ما يبقوش بره. بليز سوزان ليت اس جو بليز ليت اس جو. Suzanne, let us go now, and you will see him again, okay? And I'm waiting for you at my office at 10 o'clock in the morning, okay? Got it. Thank you. Bye. 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 اسمع بكره الصبح هتاخدك على المكتب عشان نفتح الوصيه. نفتح؟ ما نفتحهاش ليه؟ هو احنا صغيرين. يلا يا سيدي. رايح فين؟ مفيش فايده. يا ابني يا ابني يا ابني معصلك ليه؟ من هنا. يلا. مع السلامه. وبعدين قلنا ما تخافش ده اوتوماتيك. يلا هوب هوب هوب. عيد ميلاد عيل من عيال اللوكام ده. يا سلام. وطبعا لقيت انه ما يصحش نبقى جران جداد وما قمش بالواجب. يبقى الفرح جنب بابنا والمزيكا بتلالي وبتقول عقبال عندكم وانا طنش ولا كاني هنا. لا ما يصحش. اسلام لي يا غالي. قلت لازم اشق ورقه على زغرتين. وصلت ماشيه ورا صوت المزيكا لحد ما وصلت الاوضه مليانه بالونات وورق من بتاع الزينه. قلت 100% اصحاب الفرح في الاوضه دي. رحت داخله في وسط الزحمه لقيت لك يا اخويا شويه بني ادمين امريكاني قاعدين يفقروا وماسكين بطنهم زي اللي يكون عندهم مغص. جاي في اللاسة بتاعته. اللاسة بتاعته؟ بيحزمني بيها وصرخ وقال بلدي. Thank you.
حواليا زي اللي يكونوا ما شافوش بنات بلدي زيي. انما ما خبيش عليك ايديهم طولت وكنا ناويين. انما على مين؟ الواد ده روح الزاويه شفت لحد ما جاري قدامي زي المعيز. فيها حاجه دي؟ انت فيها حاجه دي؟ لا ابدا. عداكي العيب. قدامي قدامي يا وش الفضايح. قدامي انت وش امريكا قدامي. To whom it may concern, as I am of sound mind and of the strong belief that I shall pass from this life in the very near future, I wish to make the أعدم شبابي لو أنا فاهم حاجة. ما تخافش، المرحوم كتب الوصية من نسختين، نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي. تحب نقرأ أنهي واحدة فيهم؟ عربي عربي عربي. أوكي. طبعا بعد الدباجة المعروفة، أنا شاكر المصري أكتب وصيتي وأنا في كامل قواي العقلية. أوصي بأن توزع ثروتي وأملاكي كالآتي. أولا أوصي بمئة ألف دولار من ثروتي لعزيز الوفي عنتر. أوه عنتر ماي سويت بيبي بابي. عنتر؟ ما عندناش حد في العيلة اسمه عنتر. لا بس عنتر از ماي دوغ. دوغ؟ مئة ألف دولار للدوغ؟ ما تستغربش يا مستر عباس، الكلب عنتر ده هو الإنسان الوحيد اللي وقف جنب عمك في أزمته. أزمته؟ أفهم من كده ابن عمك المفلس أم عنتر سلفه قرشين؟ لا 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 مش بالمعنى ده. الكلب عنتر ده هو البني آدم الوحيد اللي وقف جنب عمك وهو على فراش الموت. تصور سيادتك ما دقش الأكل حزنا عليه لمدة 40 يوم. يا سلام. الكلب عنتر ده كان أرمنت أطول منك. اتسخط من الحزن بقى هيبز زي ما أنت شايفه كده. لا حول الله يا رب. باين عليه أصيل. ابن كلب أصيل. مستر عنتر شد حيلك يا أخوي، البيه في حياتك، البركة فيك يا أخوي، البركة فيك. وديك شايف ما حدش واخد منها حاجة، وأنت باين عليك عصامي زي حالاتي، كلب أنت نفسك بنفسك، فأنت لازم تاخد بالك من نفسك. آه القرشين ألف اللي معاك تكون بيهم نفسك. ونصيحة أخوية يا عنتر يا أخويا، ابعد عن القمار والشرب والهلس. اديك شايف روحك، شوف سقطت بقيت قد ايه. فرصه سعيده، الله يوفقك، بقيت حياتك، كل سنه وانت طيب. ثانك يو بس. ثانك يو. جود نايت. ها وبعدين؟ ثانيا اوصي بتوزيع باقي الثروه مناصفه. ايوه يا سيدي مناصفه. خش على الجد خش. مناصفه بين ابنتي سوزان وبين ابن اخي عباس المصري. تحيا العدل تحيا العدل. الله يخليك لعم النبي يا شاطر الامر. على شرط. ايه؟ ان يتزوج حفاظا على ثروتي من التفتت والتي كافحت كفاحا مريرا من اجل تكوينها، وعلى ان يعود بها الى الوطن العظيم. وات؟ انا اتجوز ده؟ وات؟ انا اتجوز دي؟ شقق شطبين ثلاثة، ده انا شطبها واعملها ظلمة.
Easy, Mr. Abbas, easy. Easy. Suzanne, what's your opinion? It is impossible. Sim. وانت يا مستر عباس ايه رايك؟ It is مش عارف. دي عايزه تفكير يا متر. ودلوقتي اسمح لي. I go. مع السلامة. مش عارفه اني كنت عند المحامي عشان امال فين التركه؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ اصلها طويله، قصدي تقيله. تقيله؟ يلا بينا على شارع سعاده. ومستعجله على ايه؟ اتقالي شويه. اصل بيتك يا عم. الفقر مر والغنى أمر، جاي ومجرجر في رجلي بلاوي. آخ لو كنت أعلم أن الورثة صعب جدا ما كنت أتيت. أنت هتغني؟ خلينا في المفيد. مش عارف أعمل إيه يا غبي. حد في الدنيا تجيله جوازة سقع بالشكل ده ويتلخم؟ اولا ما تقولش غبي لحسن هبظظ لك عينيك. ثانيا عايزني ارجع لمراتي بضر امريكاني؟ مش الشرع بيسمح لك باربعه. ايوه لكن لا، مراتي ما اذتنيش في حاجه. طب اقول لك على حل تاني وتديني 10%. 10% يا سيدي 15 بس قول. اتجوز الامريكانيه في السر، وبعد ما تتلايم على الميراث طلعها وخد مراتك القديمه وزوخ. بس انت مش شايف انها حركه بايخه قوي؟ لما اضحك على بنت عمي واحرق قلبها. دي حلوه قوي، جميله قوي، لذيذه قوي. يا ابني افهمني، لو كنت حقاني قوي اتجوز، ولما تاخد نصيبك طلقها واديها نفقتها وخد مراتك وارجع بلدك. والله فكره. اما لو نفع الحكايه دي مش هديك 10%، هديك 50%. 50%. كان ده قرارك النهائي يبقى ما نضيعش وقت. شو؟ ليتس جو على بيت سوزان. اوكي. يلا.
What is Susie? I don't know. Where is Susie? She went to the beach. Yeah. What beach? I don't know. What beach? Rio Carrillo. Yeah. Okay. Yalla, bina nilha. Thank you. هي بتجري كده ورايحه على فين؟ نيويورك البلد؟ غالبا كاريلو فيتش. على فكره ها المرحوم ابوها ساب لكم هناك اربع شاليهات ويخت. يخت؟ ها؟ يختي عليك يا اخي. الله يرحمك يا عمي ويزيدك من نعيم الله. ايه؟ الرحمن الرحيم، ايه ده؟ ده التليفون. تليفون؟ ها؟ احنا في كشك سجاير. يس يس يس. All right. Thank you. Bye. الست جماعتك سألوا عليك. يا نهار اسود، يا رب تجيب العوائد سليمة. تقدر تكلمهم في التليفون وتطمنهم انك هتتأخر شوية. طب معاك قرشين مسدودة؟ يعني ماركة تليفون يعني؟ لا دي لسه ما وصلتش أمريكا. أنا هخلي فلورا توصلك بالأوتيل. طب ما تخليها توصلنا بسوزان أحسن. يمكن تقبل وتتجوزني وتوفر علينا الشحطاطة. ده انت متفائل قوي. فكرك هتقتنع وترضى تتجوزك بسهوله؟ ليه لا؟ هو انا مش اجدع من الخنافس والهيبز اللي حواليها دول؟ والله بقى دي امزجه. يعني تضحي بالتركه الكبيره دي كلها عشان شويه الخنافس دول؟ ادي الله وادي حكمته. ورينا فتاكتك يمكن تلاقي فيك لون جديد ينسيها اللي هي فيه. بس كده؟ رب وصلني ليها وانا نسيها اهلها. يا ولد! بس انا المعروف اطلب للجماعه الاول عشان اطمن عليهم. ايوه يا رواح، ما تاخدنيش يا راح، هتاخر عليك شوي. بتعملي ايه؟ اصلي لقيت نفسي فاضيه، قلت اخد غياراتك فنان يا حبيبي. ربنا يخدك، اصلي ربنا يخليكي ليا يا راح. المهم كلتي ولا لسه؟ اصل نفسي هفتني على لحمة راس، طلبتها منهم في التليفون ما جابوهاش لحد دلوقتي. لازم بعده يستوردوها لي في المذبح يا حبيبتي. تطلبي لحمة راس مش تخلي عندك مخ يا ام لسان طويل. حاضر. خلاص اطلبي اكل اللوكندا ليكي مش ليا. انا هتاخر عليكي. مع السلامة. الراس قال يجيبوا لها روس في امريكا منين؟ Who is that boy? He's my cousin. Son of a bitch. الواد الخواجه بيه الادب وبيقول ايه؟ ما هو ده البوي فريند بتاعه. وعلى فكره نسيت انبهك انه من شله العيال الهيبز اللي صواميل مخهم مفكوكه شويه وغاويين اجرام حبتين. ولا يهمك. اذا كان العيال دول غاويين اجرام فانا اللي بدعو. ما يغرش شكلي. انا يبان عليا هايف لكن لا، ده انا شريع، انا فظيع، انا خطير. الله، هما قطعوا علينا السكه كده ليه؟ اتفضل بقى انزل دافع عن شرف العيله. في الظروف اللي زي دي انا بقول الطيب احسن. طيب؟ اه دول ما يعرفوش حاجه اسمها طيب. يا اخي ده انت محامي وعارف ان القتل حرام. يعني عيلتهم يموتونا؟ الله، ما يهمكش ما يهمكش. هنخش الجنه. هيخش ورانا برضه. مستر عباس، كام داون. اتفضل بقى انزل دافع عن نفسك وكرامتك وتركه المرحومه عمك. عمي الله يكحمه ما تحمراح. ما هو انت بالشكل ده مش هتضيع سوزان من ايدك وبس، ده انت هتضيع التركه كمان. مستر عباس كم هي؟ هي موته ولا اكتر؟
ايوه جاي. مومنت بليز. اسمع هذا انت مطويله. طفاها ظروف طويله. انا مطول بالي عليك بس من اصلي. لكن وعهد الله انا امرنا بيك ذا جراوند افرج عليك الامريكتين. شرف شطبوا عليك من بدري. ايه. بي كويس بي كويس. خواجه صل على النبي صل على النبي. ما يغرش انك جامد لسه في اخره وجنه وحساب ونار. كلاويش. سالين انا. أشهد أن لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب نك العصفورة. أنا بتاع البلد. هاي أي أم إيشا. وات أي أم إيشا. إيشا جود جو جا. No. No. You said no. No. You said no. Freddy Music will go. Get out. Let's go to the office. بلاش ننزل الميه لحسن تبوشي وانت زي الزبده كده. It's none of your business. انا بس قلبي عليكي. Mr. Abbas, would you tell me exactly what is it that you want from me? Exactly. علشان نقبض فلوس انا وانتي انا اتجوز انتي. What? I want to marry you. I don't love you. صح صح. بس الحكاية دي هتيجي بعدين. I'm sorry. But you're not my type. Type? Type يا أختي. Sorry. You are not my type. Type, type, type. معموله كويس قوي. حلوه حلاوه. الله يرحمك يا عمي. طول عمرك نطع وندل وجبان وبخيل وقليل ادب ومش بتربي. لكن الله يرحمك عشان خلفت لقطه القشطه دي. ليه 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 ده
يا بيه، في ايه يا بيه؟ I love you، I adore you. والله العظيم ما كنت اعرف انك هير بوي فريند. يو ار هير بوي فريند وماي بوي فريند و يا لهوي. والنبي يا بيه اعمل خير وارميه البحر. ثانك يو ثانك يو. سلام عليكم. جود باي جود باي. انا بتاع الجو. الراجل فيكو يطلع لي، الراجل فيكو يطلع لي. يا نهار اسود، الراجل فيكو ما يطلعش. الستات بس. تعالي يا اختي، تعالي يا اختي، تعالي يا ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ انا عملت فيك حاجه. هتت 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 هتت. انت قد الحركه الفلصه دي؟ طب خد. تعرفين انا مين؟ انا ما بخافش. انا شجاع. انا فظيع. انا ابن محمد علي كلاي. جو جو جو. مش عايزين تجو؟ انا اللي هجو. سلام عليكم. سيا يا ماشا. لا سيا يا ماشا. اوعد الله. ستوب 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 ويل يو نو. Everybody, come on, get lost! Oh, you son of a bitches! Drop it and get lost! Come on, get lost, Sam! Get lost! What did you have to eat my cousin for? Because I don't like him, of course. But he is my cousin. And I am your boyfriend. Do you prefer him better than me? Oh, yes, I do, of course. You are not my girl anymore, huh? Abbas, are you all right? Yes. Oh, but I'm so sorry. Are you sure you're all right? Yes. Oh, but you're bleeding. ولا يهمك. علشانك انتي انكوي بالنار ولا احكي التيتي ترارارا وادخل جهنم وانشوي واسوق واقول يا دهوي الدار. Oh, Abbas. You seem to me a wonderful cousin. I'm very sorry about what happened today. والنبي يا شابه تديني 122 بوليس النجده يا اختي. ايه؟ وات؟ ايوه دلوقتي. امال امتى؟ يا اختي اديني اي حد يحل ويربط معايا. يوه جوزي خرج وما رجعش لحد دلوقتي ودي مش عوايده. استني على انتباه الراديو ليه؟ استني ما تقفليش. يا ناس يا عالم يا اللي هنا، حد يجي يفهم بنت الخبيه دي انا عايزه ايه؟ ما فيش حد يرد عليا. بقول لك ايه؟ الو ردي عليا يا اختي. الو يا اختي انت قفلتي السكه ليه؟ اسمعي اديني اسم الخليفه اللي في مصر، ولا اقول لك اديني اسم المصري الصلعه بالسلام صاحب الروح بالروح. قولي له بس ارواح بنت المعلمه زكيه، قولي له بقبضت ال 75 قرش اللي عليك هو هيفهم. يا نهارك اسود ومنيل، انت بتفك السكه في وشي؟ طب وحياه النبي لا انا نازله لك.
Can you forget what happened down the beach today? Yes. أنا مستعد أنسى كل حاجة. أنسى الدنيا كلها على شانك. Even Egypt? No. مش ممكن أنسى إيجيبت. أبداً. كل دقيقة بعدتها عن إيجيبت بتفكرني بقيمة إيجيبت. Is it really more wonderful over there? Yes, it is beautiful. Here, everything is dollars, 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 business, 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 مكن, مكن. But in Egypt, all the people love each other. And don't forget the pyramids. Ah, the pyramids. My father told me about them when I was only 6 years old. Allah yirham. لازم تسمعي كلام أبوكي. And I will take you to Cairo. إيه رأيك؟ I'll marry you, Abbas. ينصر دينك ودين أبوكي. يا حضرة قلبي عليك يا عباس يا بتاع العمرة الصعبة. يا معلم الله ملوش لزوم الصريخ والولولة قدام الأجانب. بص ده عمره ما عملها في مصر يقوم يفات بره البيت ثلاث أيام. Don't shout يا مدام أرواح. ملوش لزوم تعملي شو مما فيش. يا أخي دوب اللي فوق. اهدى. احنا بنغلي من جوه بس ملوش لزوم نكشف ورقنا. يا صبتي يبقوا خطفوا عباس. هو حيلته حاجة يا كبدي. ده حتى العربيات اتكروا كلها باسمي. ما حصلش خطف ولا اي انفينج. يبقوا قبضوا عليه. يا مدام انت بتتصوري حاجات اكسترا اوردينري كده ليه؟ والنبي يا اخويا خلينا نشوفه. اوكي انت تستني في اوضتك. ابدا رجلي على رجلك. يا مدام ما اقدرش مراتي بتغير. اقول لك انت تستني هنا وانا هروح اجيبه لك لحد عندك. ما عدمكش ابدا. ثانك يو. يا سامح يا اللي شايلني على كفوف الراحه يا اخو. I go and see you later. Tomorrow or after tomorrow or next week. Go. Wait a minute. Where are you going? There is something important with Mr. Camel here. Hey, I don't care about him. I don't. You're coming with me. It's our honeymoon. أيوة. ما هو شوية هنا وشوية هنا. No, never. 30 days and 30 nights with me. وبعدين. اتصرف انت مع الشبشب. اتصرف انا مع الشبشب؟ حامي محترم بيتصرف مع شبشب. جو جو ايه؟ جو اعمل ايه هلا مع الشبشب ومراتك دلوقتي؟ لو يعرف المستخبي لما يعمل ايه الفلوس كل حاجه. That's life. C'est la vie. Special surprise for you. Flown directly to the United States of America by SAS Special Surprise.
from the bride to the groom. Ladies and gentlemen, we are proud to present Mr. Mohammed Taha. قومي بينا بلاش فضايح. فضايح؟ فين الفضايح؟ دلوقتي مش هتفوت على خير. جو ستوب ستوب جو.
كونتيننتال. حياة كونتيننتال اوتيل. بسرعة يا حاج. Thank you very, very, very much. I go. No, no, no. Why? Don't leave me. Why? I love you. I love you. أنا عرفتك قبل كده يا ست انتي. No. What's the matter? No. Where? Where? العوني! يا بنيات! جالك الموت يا تارك سوزان. You leave me the night of فرحي for this. هيبة فرحك تبقى من دي عباس. Shut up before I call the police. أنا شرط. لا 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 هي ما تقصدش. هي قصدها تقول لك اتنجيلي خرافي لاجيبك البوليس. بوليس؟ تتهجم عليا انا وجوزي وعايزه تجيبي لي البوليس؟ تاكوسي يا مجان من سبع. ما تحطش ايدك عليا مش انا بجلسات. تلبى
سبيشال ريكويست فروم باب الشعريه. تعالي هنا يا سحنية واسم امريكانية. ارواح سوزان. Please wait for me. عايز ايه تاني؟ عباس don't be afraid please wait. البت دي لازقه بخيرها. انت عايز ايه تاني؟ Nothing. I came to say goodbye. Goodbye. And give you this car as a present. جايبالنا عربيه هديه بمناسبه طلاقها. I'd like to visit you in Egypt and see the pyramids and ride camels. ونقبض الفلوس. Don't forget Hunter and his money. I'll bring Hunter and all of his money. تنوري يا اختي تنوري. على الاقل ارد لك بدل الكار كاروهين من الموقف بتاعي. Thank you. Thank you very much. And I am very very sorry about what happened. Don't worry. طب والبلوه دي هنعمل بيها ايه؟ يا اختي دي شايله. Don't worry. SS will take care of it. And we'll send the car to Cairo. اطمني يا ستي، شركة ساب هتجيبها لنا لحد الموقف في مصر. ما عدمكيش يا اختي ابدا.